على النبات نفسه، شايفين النقط دي؟ دي مبادئ جذور aerial roots او جذور هوائيه بتطلع منها من المنستره دي ومن المنستره التانيه برضه. فاحنا هي دي اللي احنا هنقطع عندها عند كل نود، النود اللي هي البرام، فهنقطع عند كل واحده هنا، يعني من اول ورقه هنا اهو هنقص تحت البرام، هنقص من هنا وهنقص هنا وهنقص هنا، بحيث ان يكون بدايات الجذور دي موجودة. بداية الجذور دي لو موجودة تبقى بتسهل جدا الموضوع، بقى 100% ناجح، لان هو اوريدي جذر، هو بس هينمو شوية خلاص هيمتص المية واشتغل والعقلة مش هتموت. ودي ودي لو بصينا بقى في مشكلة هنا حصلت، طبعا يعني انا عملتها، انا السبب فيها. الجذور دي طولت ليه كده؟ يعني هو مش المفروض ان هي تبقى كده، هي وصلت للدرجة دي عادي. طبعا هي اصلا عملت كده علشان توصل للتربة، لان انا عطشتها بزيادة. انا عارفة ان النبات دوت بيحب يعطش والا بيموت، فانا عطشت مني بزيادة، في اللي حصل للجذور اللي هي دي اللي زي دي طولت بالشكل ده. ده طبعا جذر اصلا موجود هنحطه، يعني مش اكني بعمل يعني خلاص يعني ناجحة على طول. فنبدأ على طول. اوكي، انا يا جماعة معقمة المقص بالكحول او العقلة بالكحول اهو، هقص هنا اهي، شايفين اهي فيها نقطتين هيطلع منهم الجذور، واحط في المي على طول. النباتات الداخلية حاجة والعصريات حاجة اهو. واحدة تانية هنا هقص كده اهي واحط في المي، اقص من هنا يا جماعة. دول بقى دي تعبانة جدا، اهي تعبانة جدا جدا بقالها فترة، ولا بتعمل ورق ولا بتطلع اي حاجة جديدة. هي جذورها كويسة مش معفنة، بس هي تعبانة جدا. في حركة كده بنعملها عشان ننقذ النبات اللي بيموت بتاعنا، انا هحطها في مية فترة، يعني هغسلها وهحطها في مية فترة، وده نفس الشيء. يعني هي دي موجودة كده بقالها يعني من نفس عمر النبات التاني، ما تعملش أي حاجة. فأنا هجرب أحطها برضو في مية، والنبات الأساسي أنا كده كده هشيله وهعمله وهحطه في أسس تاني. فتعالوا كده نشوف هنعمل إيه. أوه يعني بصوا الفعال جذوره قد إيه. لا ده جذر معفن، دي تعفن جذور اهي. فانا هنقله، بشيل بس التربة الزيادة ممكن اقص كده عادي جدا. احطه في سيس ثاني صغير، ولما تمسك نفسها شوية هنقله في سيس اكبر بعد كده.
العقل بتاعتنا بقى هي هنحطها كلها في المية. انا كده بما ان في ورق لفوق كده فانا هملى المية لحد الاخر هنا. دي هتعمل جذور كبيرة عشان في كام جذر بادئ هنا. بس كده خلاص. والمفروض ان انا اسيب اول ما يوصل طول الجذور الجديدة ل2.5 سنتي 3 سنتي بالكتير انقلها على طول في التربة لو انا عايزة اكبرها في التربة. في حالة نبات دي التربة تبقى افضل من المية. ونشوف بعد، ارجع تاني بعد اسبوعين نشوف الجذور عاملة ازاي. انا نسيتها شهرين، المفروض ما اسيبهاش شهرين. بس بص الجذور عاملة ازاي. انا المفروض يا جماعة الجذور اول ما الاقي طولها بقى 2 سنتي تقريبا انقلها في التربة على طول. انا ما نقلتهاش في التربة، بس كل شوية المية تنقص وازودها. بس شكل الجذور فظيع. وبتشرب ميه بتوحش، كل ميه شويه الميه بتنقص جامد. بس الورق صغير، المونستيرا اديسونياي او المونستيرا دي ممكن تتسفى الميه عادي، بس الورق هيفضل صغير كده على طول، مش هيكبر بسهوله. فيفضل ان احنا ننقلها للتربه، وانا هنقل دول فعلا للتربه. ممكن اعمل منها كذا قصيص او قصيص واحد على حسب. بس بس هننقل دلوقتي المونستيرا في دي، هحط فيها 4 عشان دي انا عايزاها كثيفة. ممكن احط واحدة هنا في مية، وممكن واحدة هنا مثلا. وطبعا طبعا يعني الاسس اللي هي بتساعد على النمو اللي احنا اتكلمنا عنها في عملية التأليم الهوائي بتاع الجذور. نبدأ التربة. انا مجهزاها برضو، انا اللي بعملها التربة دي، كوكو بيت وبريلايت وكومبوست. و ممكن بقى النباتات الداخلية مش لازم تكون التربة كوكوبيت عادي، ممكن بيتموس. البيتموس حامض، قلنا ان هو مش كويس للعصاريات لكن كويس جدا للنباتات الداخلية. النباتات دي معظمها ما بحبش التربة القلوية، لكن العصاريات بتحب التربة القلوية مش الحامضية. بس كوكوبيت نفاذيته للمية عالية جدا، فقشط عادي يعني. ده المكون ده انا هتكلم عنه في حلقة مخصوص كاملة، اقول لكم ده ايه وبيعمل ايه. خرافي. بس نركز دلوقتي في التربة. تمام. دلوقتي يا جماعة احنا عايزين نفك، يعني طبعا احنا قلنا المفروض ان احنا بعد ما الجذور تنمو بالكتير 2.5 سنتي نشيلها من المية ونحطها في التربة لو احنا عايزين نربيها في التربة. انا سبتها شهرين فبقت كثيفة جدا وكبيرة جدا وقوية جدا بالشكل ده. طبعا دي مشكلة معضلة، عشان على ما افكها ممكن هقطع كتير وهأذي كتير، وانا مش عايزة كده.
حاجة تانية، ما يفضلش ان احنا نسيب النبات كتير لو احنا عملنا له اكسار في المية زي كده، ان لما بينمو جذور كتير في المية ونيجي ننقله للتربة بيتعب، لانه بيكون خد ان هو ينمو جوه المية مش في التربة. فانا دي المشكلة هحاول افكها هنا في المية بقدر الامكان عشان يبقى الوسط نفسه. سبحان الله. هو واضح ان انا ايه يعني هضطر اقص كتير منها، ما كنتش عايزة اقص لان هي الجذور يا جماعة مش طرية زي جذور العصاريات مثلا والحاجات دي، جذور ناشفة جدا. فانا شكلي كده هفصلها عن بعض بقوة، بس هعمل اللي عليا للاخر. صعب صعب يا جماعة للأسف، هضطر أقص. طيب يلا بسم الله. عندي واحد ماشي، دول اتنين تلاتة اهو الحمد لله بدأت فيها شوية جذور تعيشها شوية لحد ما تمسك نفسها وتعمل جذور جديدة ان شاء الله بإذن الله. الورقة دي صفرت وهتموت كده كده اهي. على فكرة يا جماعة هو كان هنا في المية كل شوية، طبيعي ان الورق اللي تحت يبدأ يصفر ويقع، فده كان بيحصل في المية شوية كتير عن اللي في التربة. الجذور قوية جدا. اوكي خلاص كده الحمد لله منفصلين عن بعض. نبدأ بقى نحط هنا، انا دي احط فيها 3 او 4 عشان عايزة دي تبقى كثيفة وكبيرة. هسند دي كده اوكي امسكهم مع بعض. هو على فكرة أنا لو قصقصت من الجذور المونستيرا عموما سواء الأدسونيا أو مونستيرا ديليسيوسا أو اللي هي القشطة أو اللي هي القفص الصدري، جذورهم قوية جدا ومن النباتات اللي جذورها بتكبر بتطول بسرعة جدا، فعادي أنا لو قصيتهم عادي. بس أنا طماعة، أنا عايزة الجذور تبقى كبيرة علشان النبات يبدأ ينمو بسرعة وما يتعبش شوية على ما يعوض الجذور وبعدين يبدأ ينمو بعد كده.
بسقي يا جماعة عشان التربة بتسقط لما بسقي، فعشان لو هحط تربة تانية وده مش زي العصريات، أنا بغير وبسقي على طول في ساعتها. النباتات الداخلية حاجة والعصريات حاجة تانية. لحظة واحدة نجيب مية، لحظة واحدة أهو. المية تنزل بقى هتغرق الدنيا هنا. النبات ده بيحب ينشف جدا يا جماعة بين الساقية والساقية، من النباتات اللي المية بتدمره كتير. هو طبعا بيشرب مية كتير، لكن أهم حاجة إنه ينشف تماما من أول التربة لقاع التربة قبل ما نحط الساقية الثانية. هو سقيت لحد ما المية نزلت، ودي كده خلاص. البذور جميلة جمال مش طبيعي يا جماعة، سبحان الله اهو. احنا بنغير القسيس على فكرة بعد كده، يعني الموضوع ده الكلام ده سهل جدا. احنا قلنا ان التقليم الهوائي بتاع الجذور بيسرع نمو النبات جدا وبيكبره، فاحنا بننقله. وعلى فكرة حتى لو نقلناه في قسيس عادي بتكون الجذور اوريدي اتفرعت تفريع كتير قوي قوي قوي، بقت غنية قوي قوي قوي، فمفيش اي مشكلة. دي كده التانية، وممكن احط هنا ده فخار كويس قوي قوي. Good, 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 good.
خلاص يا جماعة كده هنحط السقينة النباتات كلها، وزي ما شفنا الطريقة ممتازة ومية في المية نجاح، مفيش ولا نبات منهم مات، مفيش ولا عقلة منهم ماتت. سهل جدا اكسار المونستيرا في المية، سواء المونستيرا دي او المونستيرا اللي هي الدريسيوسا او القشطة او القفص الصدري، كلهم سهلين جدا جدا جدا. وهي النبات ده بيحب الجو الدافي، هو نشيط في الشتاء في الصيف، ففي الشتاء نحرص ان هو يكون في مكان دافي وبيدخل له شمس كتير جوه البيت، وبتكبر بسرعة جدا. ويا رب زراعة سعيدة ان شاء الله. شكرا.